سلام بنات، معكم نورا من يوميات نورا. اش اخباركم؟ كيف دوزتوا عيدكم؟ نتمنى تكونوا دوزتوا عيدكم بخير وعلى خير، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله يا ربي. اليوم فيديو جديد، وصفه جديده اللي طلبت مني واحد متتبعه نشارك معها الطريقه ديال المسمن. داكشي علاش غادي نشارك معكم طريقتي في التحضير ديال المسمن اللي كيجينا رائع بزاف بزاف البنات، كيجينا بنين بزاف، حيت غادي نضيفوا ليه واحد المكون اللي كيعجبني بزاف، كيعطي واحد البنه رائعه البنات. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتخليوا لي في التعاليق زوينين ديالكم كيف غادي تجيكم، وما نطولش عليكم الفيديو وندوزوا المقادير اللي غادي نحتاجوا لوصفتنا اليوم. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوا لهم لوصفتنا اليوم، عندي جوج كيسان ونص ديال العنبه ديال الدقيق البيض اللي مغربل من قبل، عندي واحد راس معلقه ديال الخميره كما كتشوفوا، غير واحد شويه ماشي بزاف، عندي كاس ديال العنبه ديال الفينو او الحرش، عندي فرماج مربع كما كتشوفوا، عندي شويه ديال الزيت العاديه زيت مائده باش غادي نخدموا هذا المسمن، واحد معلقه كبيره ديال الزبده البنات، اي زبده متوفره عندكم خدموا بها، ديال البواطه ولا ديال العبار ما كاين حتى شي مشكل، عندي الملحه اللي بطبيعه الحال حسب الذوق، اللي كيبغي الماكله ناقصه ينقص الملح. وفي نفس الوقت البنات، حيت حنا عندنا في هذه الوصفه ديالنا الفرماج، داكشي علاش غادي نقصوا الملح، وعندي المدافي باش غادي نخلطوا هذه العجينه ديالنا. المهم البنات، دابا اول حاجه غادي نبداو بها هي العجينه ديالنا. دابا البنات غادي نبداو بالعجينه ديالنا، بسم الله غادي نضيفوا هاد الدقيق وهاديك شويه ديال الخميره، غادي نزيدو عليهم الفينو ولا الحرش، هاديك شويه ديال الخميره حاولوا تبعدوها على الملح، واخا هي غير شويه البنات ما تكثروش، هذاك القياس اللي عطيتكم. غندير دابا الملح، صافي نسمن البنات ما كيبغيش لينا الماء بزاف، يعني نعطيو غير شويه ديال الماء. غادي نوريكم العجينه ديالو كيفاش خاصها تكون هكا. العجينه ديالو البنات ما كتبغيش تكون لينا قاصحه، وفي نفس الوقت ما تكونش عاوتاني تلصق في اليدين ديالنا بزاف، المهم تكون رطبه ولكن ماشي كتلصق. غادي نخلطو هنا هو الاول، عاد باش غادي نحطو فوق هاد الرخامه ديالي باش ندير لكم مزيان البنات المسمن كيبغي شويه ديال الكليك. المهم البنات باش نطولش عليكم الفيديو، غادي تشوفوا معايا كاع المراحل، غادي نخلطو هنايا كيف قلت لكم، وعاد باش غادي نحطو فوق هاد الرخامه كيما غتشوفوا معايا باش ندير لكم مزيان. وهانتوما معايا البنات، من بعد ما دلكت العجينه ديالي مزيان كيف كتشوفوا هانتوما، يعني دركوها مزيان هانتوما، كيف كتشوفوا قاول البنات دركو فيها تسمعوا هذاك الصوت ديال الترقيق ديال العجينه، هذيك الساعه غادي تعرفوا العجينه ديالكم تعجنات لكم مزيان يعني دلكتوها. غادي ناخذ البنات هاد الجبانيه ندير لها واحد شويه ديال الزيت نهنا، صافي غندوز على هاد العجينه ديالي بحال هكا غير شويه ماشي بزاف،
وغادي نغطيوها في الكومونتير باش نخليوها ترتاح واحد ربع ساعه حتى نص ساعه. هذا كان عندكم ممكن تخليوها شويه ماشي مشكل. هي قد ما هكا يعني عطيناها الوقت كتكون النتيجه احسن البنات. غادي نغطي عليها دابا كما قلت لكم. الا كان عندكم الوقت خليوها حتى ساعه ديال المقله الساعه ماشي مشكل كتكون النتيجه احسن كتزيد ترخف لينا ما كتبقاش هكا كنخدموا بها مزيان. رجع معكم ان شاء الله ملي ترخف لي العجينه ديالي. دابا البنات من بعد ما ترخفات لينا العجينه ديالنا خليناها واحد شويه كما كتشوفوا ها نتوما راه ترخفات ليا. غادي ندير شويه زيت هنا ها نتوما شوفوا كيف كتولي يعني راه مرخوفه مزيان وحتى ما تقلي يعني راه مبلوكه مزيان. ها نتوما عندي هنا واحد البلاطو اللي غادي نحط فيه هاد الكرات ديالنا. غادي نبدا دابا البنات هكا نشكل فيها كويرات طبعا الحال. القياس ديال الكره غادي ديروا القياس اللي كيعجبكم يعني كبارين صغارين ما كاين حتى شي مشكل. غير هي حنا عندنا هذاك الفرماج مربع يعني تقريبا غنحاول ندير كبر منه غير بشويه تقريبا بسمن بريستيج هكا. انا هنا البنات غادي نستعمل الميزان طبعا الحال نتوما تقدروا ديروا غير عينكم ميزانكم كما كتقول لي ماما يعني كتقول لي ديري غير هكا عينك ميزانك. ولكن شي حويجات البنات صراحة نبغي نديرهم بالميزان باش تجيني الحبة اللي خصها يعني كيكون لينا قياس واحد. في الاول خديت كرة وغادي نمشي على العبار ديالها فيها 60 غرام غادي نمشي على هاد القياس ديال 60 غرام البنات. اللي بغا يدير هكا عين الميزان ما كاين حتى شي مشكل. لكن ما قلت لكم شي حويجات كيبغيو هكا يكونوا مقادين في العبار حيت واخا نعياو البنات منديرو عيننا ميزاننا ولكن كيجي واحد شويه ديال الفرق. داكشي علاش الا متوفر عندكم ميزان علاش لا خدمو به. هادي باينه شويه كبيره هاكا هي في العبارة البنات ديال عينينا مثلا كتبان لينا راه قد الاخرى ولكن كما كتشوفوا هما راه ماشي قد قد يعني كيكون العبار زايد. داكشي علاش كتجينا الحبه كبيره على اختها. المهم البنات انا غادي نستمر بهذه الطريقه غادي نشكل الكرات ديالي وغادي نعبرهم غادي نحطهم هنايا باش يعاودوا عاوتاني ترخفوا لينا حيت المسمن كما كتعرفوا خصو يترخف مزيان. وبطبيعه الحال البنات هاد النصائح راه غير المبتدئين اما نتوما البنات والناس هكا اللي كبار على راسي وعينيا تبارك الله عليكم كاملين من المبتدئين خصنا نوريهم هاد الحويجات. دابا البنات من بعد ما كملت الكميه عندي كما كتشوفوا تحصلت على هاد الكرات غادي ندوز عليهم شويه ديال الزيت هكا من الفوق باش تقلينا العجينه ديالنا رطبه وغادي نغلفهم في الاليمونتير نخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق هكا. ترخص لنا البنات هاد العجينه ديالنا ورجعنا دابا البنات من بعد ما ترخفات لينا العجينه ديالنا كما كتشوفوا خليت واحد شويه ترخف ليا مزيان باش تجينا هكا العجينه ديالنا زوينه في المسمن. عندي هنا الفينو اللي غادي نحتاجو لهاد الكويرات ديالنا وعندي الزيت باش غادي نسمن وعندي شويه ديال الزبده والزيت اللي مخلطين مع بعضياتهم دوب الزبده هذيك معلقه وزدت عليها الزيت. وهنا الفرماج اللي غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نخدمو.
غادي ناخذ دابا هاد الكره، ناخذ الكره الاولى، غادي ندير شويه ديال الزيت ونبداو نسرحو في هاد الكره ديالنا. حاولوا البنات ما تشاركوش العجينه ديالكم، خدموا على هاد الجناب، يعني حاولوا تخدموا على الجنيبات هكا. انا راني مشعله البنات المقله باش تدخل ليا مزيان. المقله قد ما كانت هكا سخونه قد ما احسن. المهم نتوما حاولوا البنات هكا تقرصوا هاد الجنيبات مزيان باش ما يجيش لينا هاد المسمن ديالنا غليظ بحال هكا كما كتشوفوا. الوسط غير شويه باش ما تثقبش لينا العجينه ديالنا، ماشي تخليوها البنات غليظ، راه حتى يبان لكم هكا هاد الرخامه ديالكم. عرفوا هذيك الساعه صافي تحبسوا الخدمه. غادي ندير شويه ديال الزبده هكا رشيشه، هاد الزبده كتخليني المسمن ديالنا البنات يجينا زوين بزاف ورطب، والفينو كيخلي لينا هاد المسمن ديالنا هكا يجينا محلول. غير رشيشه ما تكثروش البنات، غير شويه ماشي بزاف. غادي ناخذ دابا هاد الفرماج مربى، غادي نحط البنات هكا في الوسط كما كتشوفوا على هاد الطريقه كما كتشوفوا. دابا اول حاجه غادي نجرو هاد الجنيب هكا، غادي ندير شويه ديال الزبده بحال هكا، غادي ندير ليها رشيشه ديال الفينو ماشي بزاف، غادي نرجع ليها هذه. غادي ندير شويه ديال غير شويه البنات رشيشه ديال الفينو، رجع ليها هاد القنيت وهنا كما كتشوف، وهنا السمنة ديالنا وجدات لينا. غادي نرجع البنات البلاطو ديالنا نحطها على جنب، وغادي نشكل معاكم وحده اخرى نغطيو عليها. غادي ندير شويه ديال الزيت. المهم البنات نفس الطريقه ساهله بزاف. ان شاء الله البنات غادي نشارك معاكم السمن العادي اللي بلا فرماج. هاد المسمن الصراحة راه كيجينا بنين بزاف البنات، نتمنى انكم تجربوه وخليو ليا كيف غادي يجيكم، كيجي لذيذ بزاف. تقدروا تعوضوها البنات بالفرماج حمر كما قلت لكم، تقدروا تعوضوه بالفرماج حمر كيجي زوين، مي هاد المربع كيجي لذيذ بزاف. هكا ركزوا على جوانب البنات كما شفتوا البنات، انا الى بان لكم راني كنديرها تقريبا على شكل مربع، كتجي سهله في الخدمه ديالها وحتى في الشكل كتجي مزيانه. يعني انا في التكراس ديالي كنحاول ندير على شكل هكا مربع. هانتوما كما شفتوا نبقاو نكرسو فيها حتى يبان لينا هاد الرخامه ديالنا. غادي نحل الفرماج الاولى، غادي ندير شويه ديال الزبده، رشيشه ديال الفينو، ونحطو هاد الفرماجه ديالنا في الوسط هكا بحال هكا، شويه ديال الزبده، رشيشه ديال الفينو، ورجع ليها مره اخرى كما شفتوا. الطريقه سهله، غير شويه الزبده
مع التومه صافي غادي نحطها تحت البلاطو. غادي نكمل كاع هاد الكميه اللي عندي البنات اللي بقات عندي ونرجع معكم ان شاء الله ملي نكملوا. دابا البنات من بعد ما كملنا هاد المسمن ديالنا كما كتشوفوا المقلة عندي راه سخنات مزيان. غادي نبدا دابا نكرسو فيه شويه كما كتشوفوا. ما غاديش نقرصو بزاف حيت انا كما شفتوا معايا مسمن اصلا درت هاد الكرات ديالنا صغار يعني غير شويه هاد الشنيبات. غادي نشي شويه زيت في المقله غادي نحط الثانيه نقرصها حتى هي. غادي نقلبها حيت مسمنة البنات كما تعرفوا دغيا قلبو متخليوش بزاف. البنات غادي نستمر بنفس الطريقه غادي نقرص وفي نفس الوقت غادي نخبز حدايا. المهم هانتوما معايا هانتوما البنات شوفوا كيف كيجينا من فوق حيت مدلوك مزيان. هانتوما شفتوا راه كنخاف منو حيت البنات يعني مدلوك مزيان وهذاك الفرماج كيدوب وكيجينا معلك البنات في هاد المسمن ديالنا. صدقوني الا جربتوا البنات هاد الطريقه غادي تعجبكم بزاف بزاف. غادي نرمي وحده اخرى حيت المقلة عندي شويه كبيره بحال هكا. ندير على شويه ديال الزيت باش ملي نبغي نقلبها متخليوهاش بزاف البنات يعني غير شويه قلبوها. المهم البنات غادي نستمر بنفس هاد الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. البنات هذا هو الشكل النهائي ديالنا المسمنة ديالنا من بعد ما طيبناهم يجيونا على هذا الشكل. هانتوما شوفوا والمذاق ديالو البنات لذيذ لذيذ. هانتوما كيجي بنين بزاف البنات. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه ديال المسمن اللي بالفرماج. نتمنى انها تعجبكم وتخليوا لي في التعليق الزوينين ديالكم كيف غادي تجيكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك باش تدعموني. نتمنى انكم ديروا لي ابوني القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده.